إيش هو البريتير؟ هي عبارة عن كود فورماتر لا أكثر. فالغرض من هذا الباكيج هي فقط إنه تعمل ري رايت للكود اللي إحنا كتبناه. فمن أقول ري رايت مش معناته إنه يمسح كودي يضيف كود جديد، لا، أنا من عندي كود معين مثل ما تلاحظون هنا، شوف هذا الكود وهذا الأوتبوت. لو نفتح الأوبشنز هنا إيش أعمل؟ أعمل أخذ الكود من عملت سيف، أعمل له ري رايت بحيث حتى يعمل الفورمات اللي أنا أريده. يعني مثلا هذا الكود مثلا أعمل مثل ما تلاحظون تاب، صح؟ إيش ما تغير هنا؟ ليش؟ لأن بالستنج هنا مثلا حددنا التاب ويث، مثلا أعمل تابين أو نريد ثلاثة تاب، يعني حددنا أنه هذا الفايل دائما حيكون بداخله لازم تاب. إذا أنا استخدمت بالغلط spaces وهنا فوق استخدمت تاب، البريتير من أعمل سيف أو مثلا من أعمل هوك داخل الجيت وأعمل كوميت، اوتوماتيكيا راح ياخذ هذا الفايل يعمل له ري رايت حسب الرولز اللي انا اعرفها بالاي اس لاند والبريتير، يعمل لي فورمات الفايل، احدد مثلا تاب وذ، احدد البارسر، احدد مثلا برنت وذ. ايش معنات برنت وذ؟ تشوفون هذا الخط في بجميع المحررات حتشوفه، اي معنات البرنت وذ انه الكود اللي انا اريد اكتبه لا يطلع برا هذا الخط بالاديتور، خليه ينزل تحت. يعني مثلا انا مخليه 80، اذا اخلي مثلا 100 تعرض أكثر، أخلي مثلاً 50 تتقلص أو تصغر، يعني 60 أو مثلاً أرجع 80. فمعناته الكود إذا بيريد يعبر هذا اللاين أعملها بريك. عندنا أيضاً هنا مثلاً في أمور مثلاً استخدم سينجل كود، يعني مثلاً لو تلاحظون هنا مستخدمين الدبل كود، صح؟ هنا مثلاً بسترين، خلنا نعمل زوم دبل كود، فأنا من أعمل تيك لسينجل كود أوتوماتيكياً راح يتحول إلى سينجل كود. عندنا هنا نو سيمي، إيش معنى سيمي؟ مثلاً مستخدمنا سيمي كول بالجافا سكريبت أو بمشاريع جافا سكريبت أنا ما أستخدم، فأقدر أمسحها مثلا نو سيمي، مثلا يمحي لي سيمي كولون. أيضا في أمور مثلا ما أحتاجها JSX سينجل كوتس، يعني مثلا داخل JSX لو تلاحظون هنا كان عندي دبل كوت، لو أمسحها مثلا بيرجع دبل كوت ديفولت، من أعمل تيك بيروح يصير السينجل كوت، ولكن هنا ما صارت. ليش؟ لأن هذا عند عبارة عن JSX، ففي أوبشن خاص JSX سينجل كوت، أقدر حتى هذا أعمله سينجل كوت. أوكي، في عدة أوبشنز عندنا. أوكي، ايش نقدر نعمل؟ ناخذ كوبي للكونفيج فايل نفسه هذا، بعدين نروح للاديتور عندنا، هنا نجي نعرف فايل جديد نسميها .prettrc.js، اقدر اكتبه او باقيه مثل ما مثلا نخلي .rc. اوكي، بداخل هذا الفايل اعمل لي بيست لهذا الاوبجكت. في تريك ايضا انه احب اعطيكم بالفي اس كود، انا لو اروح مثلا لليوزر سيتنج prettier، ايش هذا الاوبشنز؟ لو تلاحظون مثلا عندي كم اوبشنز، عندي بالضبط require prettier.require config، طبعا هذا ما يتفعل اذا انا ما نزل prettier داخل الفي اس كود، لان انا اوريدي عندي منزلها، لازم تنزلوها. هذا ايش معناته؟ فقط فعل البريتير اذا عندي كونفيج فايل. كيف يعرف هذا الكونفيج؟ لان هو اصلا اي اس البريتير عندي ثلاث انواع كونفيج فايل. لو نروح مثلا على الفايل الموقع تبعهم، نروح على الانستول، نروح على الكونفيج مثل ما طلعوا هنا كونفيجريشن فايل، فانا بالكونفيجريشن فايل عنده عفوا اكثر من نوع، انا كنت اتذكر ثلاثه بس يجوز صار اكسترا هنا، اما اكتب بريتير ار سي داخل جيسون او يام فايل، او اكتب طريقة .prettier.rc.json.yaml or .yaml or json5، أو باستخدام الجافا سكريبت كومن جافا سكريبت، أو مثلا prettier.config.js أو prettier.config.common.js. أنا لو أعمل فايل بوحدة من هذه الأسماء أوتوماتيكيا هذا الكونفيج راح يعمل تريجر، راح يشوف أنت بداخل بروجكتك عندك كونفيج فايل، أوكي لازم أنفذ هذا البلجن فاضيف الترو هنا. ولكن انا نسيت انزل البريتير ايضا للكود، فايش اعمل؟ اعمل يارن اد بريتير، خلينا نشوف. اوكي نرجع للستريم. اوكي